اتجننتي يا ست انتي؟ ايه قله الادب والسفاله اللي انتي فيها دي؟ ودول مين كمان؟ بقولك ايه؟ قله الادب والسفاله لسه بس ممكن تشوفيها. سيري دي ايه في ايه؟ ايه قله الادب دي؟ انتوا مين؟ هي بلطجه ولا ايه؟ لا وانت الساده البلطجه اللي بجد اللي بيخطف العيال وبيسرق البيوت. انت بتقول ايه يا بتاع انت مجنون ولا ايه؟ اللي انت سمعتيه اوعى تفتكري ان البيجامه اللي واقفه جنبك دي راجل محترم. لا نصاب وحرامي وقتل قتله. لا وتاجر اثاره سلطانه. صحيح نسيت. انت شكلك ست الاثر بقى. لا الا السلطانه. احترم نفسك لما هينك قدام اهل بيتك. عن اذنك انت استاذ سلام. اهدى يا عم ما تخافش انا بسوي لك خدودك. انا نيتي بس ممكن تعورك. اهدى كده واسمع كلام اخوك خزاعه. الناس دي عايزه مصلحتك. بدل ما تلهو بيك الحياه. ايه البلطجه دي؟ انا هبلغ البوليس. لا 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 ما تتعبيش روحك انا هبلغه. بس بالمره بقى هقول له على حتتين الاثار اللي انا لقيتهم عندك في المحل. لا واللي كانوا محطوطين في الجبس قشرنا من عليهم الجبس وقاعدين تحت الحراسه دلوقتي. الصوره دي لسه طازه من المحل عندك حالا. انا اللي مصور. معلش بس الاضاءه عشان ما كانش عندي وقت اجيب لونت. شكري بيشتغل في اي حاجه ونص شغله بيجي بالشمال من انور ورجالته. مش بس اثار، لا شقه قديمه في وسط البلد والزمالك وسرقاته وحاجات كتير. نتكلم ولا نقضيها قله ادب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كده نقول ثلاث جرائم: اكراه وتنقيب وخطف. يعني قانونا حاجه و20 سنه. تحب تاخدهم؟ وهبه. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ شكري، هو الكلام اللي بيقولوه ده بجد؟ بقولك يا مدام، المشاكل العائليه دي بعد احنا ما نمشي. عايزين الواد اللي انت خطفته هترجعه لنا؟ هنمشي. ممكن نسيبك. بيقول لك ممكن، يعني مش اكيد. طب وانا ايه اللي يضمن لي ان لو سلمتكم الواد ما تاخدوش الحاجه وتبلغوا عني؟ مفيش حاجه مضمون. لا ما انا ما قلتلكش. الواد بقى لو جالنا الحرام الموس قسما بالله هقدرك. فاهم؟ معاك تليفونك؟ طلع يا عم والتليفون واتصل بالواد. ما معكش رصيد ولا ايه؟ قول له الشيخ فانتا ورده مستنينك بره يا احمد. الو، بقول لك ايه، الواد اللي عندك انا بعت ناس من عندي تاخده. لا ابو سكر ما اتكلمش، بس في حد قال لي انهم عرفوا ان الواد عندك. لا خلاص بقى لما اشوفك احكي لك. اسمع بس اللي انا بقول لك عليه. سلام. احنا متشكرين قوي، بس نسيت اقول لك ان المكالمه دي متسجله. يا سلطانه حرقت المفاجاه ليه؟ كنتش ناوي اقول له والله، بس انت ما تعرفش واخدين اذن من القاضي الجزئي بالتسجيل. يعني من الاخر كده الحاجه و20 سنه ممكن يبقوا اعدام لو جيت جنب الواد. خد بالك، هما دلوقتي زمانهم وصلوا لسكه ابو ليلى خلاص اللي كانوا محتارين فيها. انا مصدومه فيك، خسارة سنين عمري اللي ضاعت معاك. يا شيخ اتقي الله، صدمتها. اللولية شعرها اصفر من كتر التفكير. يلا بينا. قول تليفونك يا سلطان.